أنا أقول لرب البيت الآن وهم يسمعوني: يجب عليك أن تنكر المنكرات التي في بيتك، يجب على الزوجة أن تنكر على زوجها وجوبا ليس ندبا أو استحبابا، وجوبا إذا لم تفعل تأثم ويؤاخذك رب العالمين على ما فعلته. جاء في بعض الآثار أن صاحب المنكر يوم القيامة يتعلق في صاحبه في أخيه ويقول: يا رب سل هذا فيما رآني على المنكر ولم ينهني، ليش يا أخي ما نبهتني لما كنا في الدنيا جعلتني أقع في المنكر؟ فقد يعاقب الله تعالى ذاك الإنسان. يجب على الأب، يجب على الأم، يجب على المدرس، يجب على الموظف أن ينكر على 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 زميله، يجب على مدير الشركة، يجب على من يدخل إلى البقالة، يجب على من يدخل إلى محل يبيع الملابس، يجب على كل أحد أن ينكر هذه المنكرات ولا يسكت عنها، سواء كان ملتزما أو غير ملتزم. يا أخي أن تبقى أنك مسلم مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ليس مهما أن تقول: أنا والله ما لي لحية، أنا والله مقصر في الصلاة، أن هل انقلبت كافرا بهذه المعاصي؟ قال: لا والله أنا مسلم. إذن أنت مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وبقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومخاطب بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت مطالب بهذا لأنك مسلم بانتسابك للإسلام، تكون مأمورا بهذا. تفضل يا أبا. طيب شيخ محمد، الانتظار طويل شوي بس عندي نقطتين أخرى. أول نقطة قضية الرد على من يقول التدخل شخصي، كلام جميل، لكن في قضية أخرى أنني لو لم أنكر عليك فسوف يتألم آخرين بفعلك، كما جاء في الحديث أن حتى الطيور لتلع عنه العصاة من بني آدم بسبب أنهم منعوا القط بسبب الذنوب. كما أنني يا أخي وكما أن المسلمين يعاقبون بهذا الذنب بترك هذه الشعيرة، فهذه ليست حرية شخصية، إنما المعاقبة علينا كلنا، فسوف أنا أنقذ نفسي وأنقذ من خلفي بأنني أنكر عليك أيها الرجل. الأمر الثاني هي إشكالية قوية، وقد يعني المتحدث هو الذي يعني أولهم من يستشكي عليه، قد أؤمن بهذه القضية وأنها شعير عظيم وأنه القطب الأعظم في هذا الدين، لكن قد أخاف، قد صاحبي لا ما أستطيع أن أنكر عليه، قد يمكن يتركني، أظن أن الآخرين سوف يتركونني، يكرهونني بهذا الفعل، أمور كثيرة، إذن لا أستطيع، فما الحل؟ والله سؤالك قوي، لكن المخرج من 5 دقائق وهو يقول لي في أذني انتهت الحلقة، لكني سأجيب وأستأذن أخي المخرج ولو بنصف دقيقة. مسألة أني لا أنكر حتى ما يغضب مني صاحبي أو لا يجد في نفسه أو لا يزعل علي، هذا ليس حجة. أنكر وهو لن يزعل عليك إذا كان بأسلوب مناسب. إذا جئت إليه وقلت: والله يا أخي أني أحبك، والله أن لك في قلبي قدرا عظيما، لكن أرجوك أخاف على وجهك من النار، أرجوك يا أخي صلي، اترك. لا بد أن يكون بأسلوب مناسب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر بأساليب متنوعة مع الناس، ولا كان يعتمد على أسلوب واحد. مهما كان بيني وبين أخي من محبة، النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي يحب عائشة وجاء وهتك الستر في بيته، أتى إلى الستر على النافذة وقطع مع أنه يحبها، لكن يجب أن يكون بأسلوب مناسب، وأدعو الله تعالى له بالهداية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا. أشكر لكم حضوركم، جزاكم الله خير، وأشكر أيضا لإخواني وأخواتي الذين تابعونا، وأسأل الله أن يكون موضوع هذه الحلقة وحراسة هذه القيمة أن يكون دافعا لنا إلى أن يكون عندنا شيء عملي فعلا نعمله، وأن يبدأ الإنسان يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لعل الله تعالى أن ينفعه بهذا. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع قيمة أخرى نحرسها جميعا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.